فيديو اليوم ما فيه نظريات، في شخص كان عامل لي او اكثر من شخص عامل لي منشن على فيديوهات، وصراحه في فيديوهات عجبتني وفي فيديوهات هيك انه أحا شو هاد شو عم بشوف. ففي شخص كتير عجبني لأنه صرت عليه بالليل كامل عم شوف كل فيديوهاته، والتفاعل عنده والفيو واللايكس مو طبيعية، كلها بالملايين يعني. خلينا نشوف مع بعض، خلينا نشوف الفيديوهات مع بعض وفرجيكم أول شيء هذا الشخص اللي كتير عجبني صراحة. هذا الشخص عايش بالأمازون، بغابات الأمازون. المشكلة أول شيء أنه هو مو لابس شيء برجليه، يعني مو لابس حذاء، والأماكن اللي عم بمشي فيها عبارة عن مي، وبهالمي اكيد في حشرات، في حشرات سامه، افاعي. حتشوفوا شو قصدي، خلينا نشوف الفيديو مع بعض. I'm gonna shake hands with a swamp puppy. Oh man. I didn't mean to scare you. I just need you to tell me where that 20-foot Burmese python is. Come on, we're friends here. The swamp puppies don't snitch, but maybe her. بعد يحكي مع الحيوانات كأنه أصحابه اللي بالحارة يعني، ولا كأن الحيوانات مفترسة. وهو شو المغزى من كل هالفيديوهات؟ راح على الأمازون وبده يدور على أكبر اللي هي البايثون. حية البايثون هي نفسها هي هلأ موجودة هي بالصورة، بس بده اللي تكون أكبر وحدة اللي طولها تقريبا 20 قدم. 20 قدم عبارة عن طول 20 قدم، ما بعرف يعني، بس طويلة كتير. المهم طويلة كتير كتير. في فيديو من الفيديوهات هون لقى وحدة طولها 15 على ما أعتقد 15، هلأ بنشوف مع بعض. بس هو لسه عم بيدور على اللي طوله 20 قدم. بس ركزوا تحت، رجليه مبينه، مو لابس شيء وعادي. وشوف شلون بيمسك الافاعي. Kids will. Yoink, where's your mother? That little invasive boy wouldn't talk. Yoink, but maybe this one will. غريب. Tokay gecko thinks I don't see him, but I'm gonna give him a little reach around yoink. كمان شيء يعني لاحظته بهذا الفيديو، اي شيء بيشوفه، اي حشره، حيوان، اي شيء راح يطلع بطريقه لازم يعمل له بوينج، هي يا يلمسه يا يمسكه. والطريقه اللي بيمسك فيها هذول ما بعرف شو بسمون، هو ابو بريس، جدا بتضحك. Now tell me where that python is. شوف هذا عم بيعضه عادي ولا كأني في شيء. Alright, this kind of hurts. Really gotta watch your step out here in the Everglades. Do you guys see it? عم بقول هون لازم تنتبهوا انتم ماشيين، لانه ممكن يطلع لكم اي شيء بطريقكم. انتم شايفين شيء بالصوره؟ ما في شيء، بس لو ركزتوا طلع شو حيطلع له. It's a baby cotton mouth. هذه الافعى، هذا النوع من انواع الافاعي، ارصى وحده منه، عضه وحده، شو اللي ارصى هو؟ المهم عضه وحده منه، جيجي عليك السلام، انت ب متت. Do you want to tell me where the python is? Well, well, well. Yoink. What about you, Mr. Green Iguana? I see a lot of people eating you guys on TikTok. هاي هذا الحيوان اللي هو السحلية هاي عم بيحكي، أنا بشوف منه كتير ناس بياكلوه على تيك توك. فما بعرف، أنا صراحة ما شفت قبل في ناس بياكلوا هالحيوان. Like, I'm not gonna do that. I just want to know where that python is. Well, hey there, handsome. Do you know where the 20-foot Burmese python is? أنا هذا بشوفه تمساح، بشوفه بحدية الحيوانات، وفي قدامي أزاز وفي سور وفي حراسة، بكون واقف من بعيد. هذا واقف قدامه بالضبط قدامه. You sure are cute. وبيعمل له بوينج. We'll find her one day. Hey guys, I'm in the house of the swamp puppies. هذا الفيديو اللي بعده هلا. Yoink. This fella's about 8 foot long. Do you know where the هي 8 foot يعني 8 اقدام طوله. 20 foot Burmese python is. Ooh, where are you going? The temperatures in the Everglades are below 70 degrees right now. That tells me that the snakes are probably going to be in the water. عم بيحكي هلا درجة الحرارة هون منخفضة كتير، فأكيد راح يكون البحيرة اللي هو هلا فيها المستنقع هاد مليء بالأفاعي، وماشي حفيان مثل ما شايفين. This poor whippoorwill got hit by a car. You really have to watch where you're going out here. After realizing he doesn't have any broken bones, he flew right away. One thing I'm noticing is that there's geckos everywhere. هدول الأطفال تبعون التماسيح، والأطفال التماسيح متحوطين عليه، فشو معناه؟ إنه الأم قريبة وعم بتراقب، وفعلاً They sure are cute, but it's also a sign that the mother's right. شوف اللي هنيك العيون عم بتلمع. She's watching me. She ended up shooting over to me off camera. بس اجت لعنده ما عمل شيء يعني، ما عملت له شيء، عرفته. هو هيك عم بيحكي يعني. But then she realized it's me, so she decided not to tear me a new one. Ooh, a gentle yoink. هذا النوع من الافاعي في نوعين منه. في نوع اللي هو اسمه اظن ملكي سنيك، لو كتبتوه راح يطلع لكم او عزوز حط لنا اياه. الملكي سنيك له نوعين، نوع عادي بتربى بالبيت، وفي نوع سام جدا. شلون بتعرفه او بتميزه من الخطوط اللي موجوده عليه؟ فصراحه انا ما متذكر، بس زمان كان بدي اشتري وحده انا وصغير، بس انه انا بكره الافاعي كثير، بخاف منهم. This gorgeous corn snake is a native, so I'm gonna let him go. But this day gecko is invasive. هاي شكله كثير حلو. Yoink. شو كيف مسكه؟ You sure are handsome. You're gonna make a great pet. I also loaded up on tokay geckos. Check out how pretty this one is. These invasive fellows are everywhere, so I need. طيب ماسكه هيك تقول ماسك دباديب؟
ماسك ألعاب بإيده. غريب هذا الإنسان يا أخي. عم بيعمل صوت بالبحر عشان يجيب التمساح لعنده. نحن بنهرب هو بيجيبه. Mr. Crocodile's coming in hot. I think he's about to yoink me. But he's just curious and he's saying hi to me. Yellow rat snake, yoink. I ended up getting yoinked by this. طيب عرصته الأفعى أو عضته الأفعى عادي. يعني ما بعرف كيف. طب شلون ما بيموت؟ هل ممكن هاي الأفعى إنه مو سامة؟ بس ما أعتقد. Sweetheart, he got me on the leg, but it doesn't hurt. Ooh, chameleon. Yoink. This is a little male. هذا الحيوان اللي هو الحرباء، صح اسمه الحرباء، والله فنان. أنا هاي الحرباء أنا جد نفسي أربية، ما بعرف ليه. ما بتزعجك، ما لها صوت، والطعمية هيك شي خفيف، ما لها ريحة، ما بتزقي كتير، أموره طيبة، فبحس إنه هي تربايتها حلوة وبتغير ألوانه. كيف بيمسك طالع كم واحد ماسك بإيده. Handful of Tokay geckos. It's not easy looking for a 20-foot Burmese python. والله تخيل حالك مكان، شوف شوف مو لابس شيء وعم بيمشي بالمستنقع عادي قدامه تمساح. When you don't stage your videos. Ooh, that's a big green water snake. Yoink. She's definitely not too happy with me. How can هاي لما واحد يحكي انت وجه المربع جد شكلها مثل وجه المربع. Can you not love a face like that though? Tropical orb weaver. Boop. لازم يلمس كل شيء. Look at that juicy cotton mouth. You gotta watch your step out here. Ooh, this python doesn't know what's coming for him. Finally, we got one. Yoink. Hey guys, I'm in the Florida Everglades and I'm... Hey guys. شوف المشاهدات عنده 6 مليون، 3 مليون، 60 مليون، 40 مشاهداته مخيفة. في هذا الفيديو هون شوفوا أكبر الأفعى اللي ماسكة. Check out this wild invasive reticulated python. This bad boy was 15 feet long. We found this juicy mama in the middle of the Puerto Rican jungle. But I'm not gonna lie, this highly venomous. هاي ام 44 احنا بنسميها، ام 44 هاي سامة كتير. وحتى لو مسكتك وعضتك لو شو ما تعمل مستحيل تفلت من ايدك. The centipede was way more sketchy to handle. Catching all these. طيب كمية الافاعي اللي ماسكها. يا اخي هذا الرجال قلبه ميت، اقسم بالله ميت. But in South America, this هذا على ما اظن غراب، شو الغراب؟ هو ما يمكن. والله ما بعرف. There's been a lot of them. شكله والله مخيف. تخيل يطلع لك هيك واحد قدامك. Do you remember the mama crocodile that almost yoinked me? صوته يضحك. The smoky jungle frog. And check out the size of this tarantula. He may be. يطلع لك كمان مثل هذا ال 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 العنكبوت. أنا يطلع لي واحد هيك صغير بجن جنوني، بطير هيك بتعلق بالسماء هيك، هيك بتعلق بالسقف هيك مثل سبايدر مان بصير. Pretty intimidating, but they're actually pretty chill. Walking stick was at. هذا الحشرة هاي الغريبة شبه العصاي بالضبط، الغصن تبع الشجرة، مستحيل تفرقه لو شفته بالغابة. من زمان كنت مسافر على تايلاند، وتايلاند عبارة عن غابات، شفته نفسه بس شكله كتير هيك بأشعر البدن. يمكن أنا أو عادي غيري يمسك هدول الحشرات ما عنده مشكلة، بس أنا لما أشوفن ما بحبن أبدا. Almost as big as mine. I'm still completely obsessed with this Peruvian rainbow boa. And I can't forget the yoink on this spectacle caiman either. And do you guys remember the alligator I played hide and go seek with? This guy was crazy. And then me and my buddies went over to my second favorite state, Texas. هاي سمكة بس شوف تمها كيف مثل تم تبع القرش، مثل المنشار، قرش المنشار. Well. اوكي هذا الفيديو خلص تبع هذا الشخص. في عندي هيك كم فيديو راح احط لكم اياه هلا. هذا الفيديو اول ما شفته كانت الامور طيبه، اللي هو فاشن شو، بتعرف لما يحطوا سجاد احمر وبيمشوا بيعملوا فيه عرض ازياء، بس النهايه تبعيته كانت غريبه. اوكي عم تعرض لبسه، الامور طيبه. احا احا عامله فاشن شو بالعزا تبع زوجها. احل قرف لوين وصل هدول الناس المريضه. اول شيء الحمد لله انه مات صراحة، يعني ارتاح من هالمنظر او ارتاح من هالمرة اللي كانت عنده. اذا حتشوف هيك حيصير فيه. ثاني شيء هدول الناس اللي بده يعملوا اتنشن باي طريقة، يعني بيستغلوا اي فرصة من شان يظهروا فيها، مثل هذا انه مات زوجة عملت فيه فاشن شو. ما في اذا هذا الشيء حقيقي ولا لا، بس الموضوع جدا مقرف. خلاص خلاص هذا كان فيديو على السريع. انا هدول اخترت هيك احلى فيديوهاتك، ضحكوني عن جد او استغربت منن او استمتعت فيه. هذا الفيديو فرطني ضحك. تعرفوا دراغون بول اللي هو
جوجو والقطار تبع تشوتشو، عرفتوا هذا كرتون مشهور كتير. كمان له نظرية على فكرة، ممكن أعمل لكم عنه نظرية. بس تخيلتوا شي مرة يتحدوا مع بعض شو راح يصير؟ تشوتشو مدفكة دي أصيق نحيد مرة ثانية. اوكي نهايتها مسك، نهايتها بالضحك خلص. فلعند هون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اذا عجبك هذا الفيديو وعجبتك اني عمل رياكشن على فيديوهات تبعتولي اياها، دول انتو بعتولي اياها ما بعرف مين، بس على انستغرام كانوا بعتوني اياها، في على انستغرام وفي على تيك توك. ف اذا عندكم فيديوهات نعمل عليها رياكشن، نضحك مع بعض، نفسره او شيء، بعتوا لي على انستغرام او على تيك توك، بعتوا لي على الخاص، اكتبوا لي انا اجيتك من اليوتيوب او شفت الفيديو تبعك على اليوتيوب وبعثت لك هذا، حاب تعمل عليه رياكشن، وان شاء الله بالفيديو القادم راح اعمل عليه رياكشن وراح اطالع اللي بعت لي اياه. فاشوفكم بالفيديو القادم، الى اللقاء.